السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا حد طلب مني ماينكرافت. اللي تشوف كان ماينكرافت لازعل بس أباكم تدقون لايك تحت، دقون لايك لأن ماينكرافت هالحلقة تخبيص لين يوم التخبيص، ولا حد يتوقع مني إني ما أخبص. أنا بخبص لين أقول بس أوب حصان هني ودنيا وكذا وحركات زين. بسوي لي بيت سريع بيت سريع بيت سريع بيت سريع. ها شو كان يطيح من فوق ولا شو؟ تعال. اي والله يرد مرة ثانية. كفو. زين خلنا نسوي لنا شيء. لحظة انا ما اذكر عدل كل شيء في ماينكرافت، لكن اللي اذكره كنا نحط هذا هني وهذا هني صح ولا نسوي لنا كرافت بوكس. ايوه كرافت بوكس، ونشل هذيل. زين نحط شكلي ببني بيتي هناك على الجبل. على الجبل وين الخنازير الوردية؟ يوه الخنزير اني ساقتلك. في بامكن. زين خلنا نحط هذا هني. زين ابى اسوي لي ستكس. زين خلنا نسوي ستكس، وابى من الستكس نقدر نسوي كنا لحظة كنا في... لا يبالي زيادة خشب 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 خشب، هذا خشب قريب. خلنا ناخذ خشب. اول بيت اباكم يا جماعة الخير، اول شيء سووا لي لايك على الفيديو، شير لا هنتو، ولو سمحتم ارشوا لي افكار شيء ماينكرافت. يعني اذا بنبدا سلسله ماينكرافت لازم نوصل فيها شويه، نفس سيتي سكاي لاين وربعها وتخبيص بانشت. اوكي تخبيص، بس يعني انا قصدي يعني نسوي فيها شيء ابداعي شوي. فما اعرف شو الافكار الحلوه اللي انتم تحبونها ان ممكن نحن نسويها في ما في ماينكرافت. لكن لحظه حيت كان في ايوه هذا الجديد. اوكي زين خلينا نحط لنا واحد هذا، ونبقى واحد سيف. زين عشان نذبح خرفان ونسوي لنا بيت على طول، ونبقى هذا حق خشب، ونبقى هذا ما نبقى الحين، بعدين نبقى هذا حق خشب. اسف زين نبقى هذا حق خشب. زين وخلنا نصير نجيب لنا خشب هذا. ممكن يمكن بناكل، تعال يمكن نجوع، ولا يمكن نطبخ شيء، ولا يمكن نسوي ليت، يمكن نسوي شيء ما تعرفون. انزين خلنا نسوي اول شيء بيتنا. خلنا نشيل هذا وياي لحظه، بسوي البيت وين انا. اول شيء خلنا ناخذ خرفان بعد، خلنا ناخذ خرفان ليش؟ على اساس نسوي لنا سرير. اوكي شكرا اعطني وول. اني قادم. دي 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 دي. اوكي خلنا نذبحها. خروف ايوه خروف، انك من عداد الموتى يا الاحمق. مسكين تنسب وتموت ليش؟ حرام والله كسر خاطر والله. في بعد خروف، تعال سامسحكم عن بكرة ابيكم. تعال 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 تعال. وين صار؟ حسبته مات والله. انزين بما ان يبنا خرفان نقدر نسوي سرير صح؟ خلنا نجيب خشب ونسوي بيتنا فوق فوق. اظني زومبي مو بينا، المشكلة ما ينفع هني ما في حصة. نبى مكان في حصة. قرية حصاد قرية نويس. خلينا نمسك السيف، ممكن حصل عداء. حصل قرية من أول مرة، حصل قرية نويس. هلو دختر، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ هلا القرية. خلينا نشوف شو عندهم. هايل عندهم سامان والله، بس تويجار كمان ولا اقول بحتلهم. حصلت قريه يوه كان مضبوط شكله في يوم من الايام بيا هذا المكان، وبمسح اللي فيه عن بكره ابيه. في حصه بعد عندهم. لحظه فهم انا بسوي ليتات، ظلنا نهبهم. تعال فهم اسوي بيت مرمر ولا من خشب؟ بمكان في حصى. ايوه حصلت مكان ابني فيه، حصلت مكان ببني هني. لحظه وين الشيء؟ انا ما سويت شيول، واخر شيء بحتاجه. زين هذا يمشي مكان شيول، بسوي بيت هني عندهم. بسوي بيت عند القريه. نايس حصل قريب بسوي عنده بيت. شوفوا بس تويجارهم، بس انا بسوي نفس هالشعوب الكهوف عرفتوهم.
ببني داخل جاي طالعني شو اسوي؟ ايه بدق كلتي اسرار المهنه هاي. اشوف اشوف اللي حصلته. اوكي حصه ثانيه نايس. بسوي لنا بيت هني صغيرون. يا سلام وبنغامر. يا سلام اذبح زومبيس مره 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 غامر على طول. بنسوي لي مكان بس. وعلى كمية الحصى اللي شكلي بحصلها هني. في خشب هني حولنا؟ في وايد خشب عادي. بس ببني بعند القرية انا، ما بصير بعيد، لاني ابى انهبهم مع المستقبل عرفتوا؟ ابى انحت هالمكان. شوف لا تم تسوي لي ازعاج من هسه. في صوت مش عايبني. ليش صوت رعب؟ اللي هو في هناك شيء ترى. ناقلة الرعب. ها ما بيكسر الوضع. لحظة خلنا نحط هذا هني. زين نبادة كل اللي اقدر اسويه ولا شو يبالي؟ يبالي ستكس صح؟ اوكي ابى اسوي ستون. ها منو هذا اللي صارخ لي؟ اظني من هني. شو قريت اشباح انا حصلت؟ انزين ماشي هني ابو حصة. الحين وصلت حصة انا. اوكي خلنا نوصل داخل شو يمكن نحصل حصة. اكله تعبان اللي هني. لحظة كان هناك اللي تحت شو؟ هذا ستون؟ لحظة هني عند البيت تحت. هي شكل ستون. لحظة هي هذا ستون اظني ولا؟ ايوه حصلنا ستون. لان اليوم باكر ما بخلص. خلينا نسرق منهم شوي نصير نسوي لنا ستون ونسوي لنا بيت وباب على طول. انا لا اثق بهؤلاء الاوقات الصراحه انه ما يهجموا علي. انزين ايوه تعال انت هني. هذا هو الكلام. ايوه بجيب شوي خشب بعد. بحط سيده جدار الحينه. بسوي له سرير وباب. بس اظني يبالي شوي خشب. خلنا نصير نقطع شجرتين. في شجر فوق قريب. شجر هذه هي بقطعها. كنت بطيح. لازم احط هني شيء انا حق المستقبل. لازم احط شيء حق المستقبل. هاي استوي اكله؟ لا هاي لازم احطيه بس. بس لحظه خلوني عيل اسوي شو؟ فرن. فرن استوي باله. كوبالت ستون. ما عندي كوبالت ستون. شو اقدر اسوي؟ شو اقدر اسوي؟ خلنا اسوي هذا. زين. ونسوي خلنا نحفر. اظني اساس اني اسوي بيت لازم يكون مكانه مسكر. المكان هذا كهوف جوفيه نوت جود. حاجه مش كويسه. جرانايت كوبالت ستون. زين خلوني انزل هذا سوري تحت. اظني مكان سيء للبيت. ونحط لنا نسكر هذا المكان خلاص. ولا حد شاف ولا حد درى. في المستقبل بنوسع داخل الكهف ما عليه. زين هذا هنا. وبنحط جدار هنا
بعد حصة ما أعرف شو هذا. خلنا نسوي فيه، خلنا نشيل هذا من هنا. خلنا نحطيه داخل، أوكي. بنحطي هذا هنا هنا طريق هذه، ونبى نسوي ما أقدر أسوي تورش، أقدر أسوي تورش نايس. بحطي لي ليت داخل، ليتين أقول الأربع بحطيهم داخل. إنزين، وأبى أسوي باب، حطي لي باب هني، وأبى أسوي لي سرير. سرير شنو أقصني؟ يبالي نوع واحد ول. زين، أبى أسير إني بالحين كان في هني كان في خرفان أحد هذي لهم. تتريوا علي بحتركم أنا. خلنا نقطع خشب، نروح البيت نجيب كوبالت ستون، ونسوي لنا فرنس. والزومبي طلع لنا من اولها، خلنا نذبحها الزومبي، شوف يمكن يعطينا سلاح شيء. تعب، موت 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 حيوان، موت. هو مش حيوان فعليا، زومبي بس. يلا خلنا ندخل داخل البيت. انزين، دخلنا داخل البيت، نسوي لنا سرير. لا، يبغى انواع معينه مع شغلات معينه. صبر، لأني بدنا كوبالت ستون كوبالت ستون كوبالت ستون كوبالت ستون. أظن في زومبي عندي داخل البيت عايشين. زين، نسوي لنا فرنس. عندنا أربعة كوبالت ستون بس، مش وايد، مو مشكلة، خلهم برايهم. أظن هذا كوبالت ستون. هذا جبنا الفرن، نايس. حط الفرن هني، عندنا فحم. خل نطبخ اللحم اللي عندي. يلا، منو برا؟ في زومبيز برا. لا، زومبيز داخل البيت مش برا البيت. حطه هني، اوكي. خلنا ناكل. فل اتش بي، فل اتش بي مرة.
اوكي والحين سوينا سرير زين بنرقد. بنشتغل في النهار. هاها الحين بنسوي لنا صناديق. يوربوه زين خلنا نسوي لنا صندوق. صندوق 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 بيتي هذا مش اوكي. بيت المسكون بيتي مسكون. انزين خلنا نسوي لنا صندوق اساس لو ضيعنا السامان يكون بعد عندي سامان. ما با انا ساكن ببيت اشباح. سكنت في بيت اشباح ليش؟ كل هالمساحة الارض ابني فيها وما سكنت الا ببيت اشباح. انزين خلنا نسير. اول شيء بسوي بيت عدل لان هذا البيت مش اوكي. فشو بسوي؟ بسوي لي بيت برع. شو رايكم؟ ليش زومبيز الحين موجودين؟ ولعه نقع على الربيع انقع. ايوه انقع. اوكي خطة شوية إجرامية. والله إني مجرم بعض الأوقات. طلع لي فحم والله من تحت. إنزين خلى نبني لنا شوية موارد شوية شغلات نبني لنا بيت. لحظة أنا عندي الليبل عندي صح؟ خلوني أحفر عند هالمساكين هاي وأشيل سمان وأطلع برا. شو رأيكم؟ بسوي بيت وسطهم تمويه. أو لحظة ليش ما أحتل بيت واحد من هالبيوت؟ يعني انت مساحات ما حد يبغاها. لحظة بحتل واحد من هالبيوت اشيل سموني من داخل. لحظة خلي اشيل اغراضي. يا جماعة لا تنسوا نقول في السلسلة هذه يمكن حلقة في الاسبوع يمكن هي يمكن لا يمكن بس ابا تخبروني شو تبون نسوي لان هالبيت هذا بيزعجني. هذا بيت مسكون بس بنسوي كهف المغامرات. هذا صبر في كهف مغامرات في كل شيء عندنا. بنبني نتغامر لازم انه هالمغامرات. خلنا نشيل الاختين مالي وياي. ابا بحتل بيت واحد بحطي اغراضي بحطي لنا بيت احلى بيت احلى بيت احلى بيت. هذا لا هالبيت لا هذا فاضي تريان انت خلفي. هاها الو ماي فريند This is my house. خلاص انت اطلع برا. حطي سريري هني. لا سريري على الزاوية بالضبط مرة ما حطيها. بتقوم ولا اذبحك؟ قم بحتل انا القرية. ما حد جاي يشوفني؟ ما حد يشوفني. ضربة. بيته سنة لين يموت. احتلال تايم. احتلال. استوى سريري هني. اظني لازم ارقد مرة على السرير عشان بيستوي السرير مالي صح؟ في حد دش البيت شو؟ لا بذبح اللي يدخل ما في. نسيت ليتاتي. لحظة بنسوي نحطي صناديق نحطي طباختي نحطي ميكر مالي نحطي اكل هني. خلنا ناكل ناقصني اذا نقصني اكل. حطي طباختي هني بنحطي هذا هني بصير بليتاتي. لحظه سيرني بليتاتنا من بيت الاشباح. بخلي ليت واحد للمستقبل لاني بحفر هني بنغامر هني دي. احتلال تايم. هذا بيتي اللي يدخل بيموت. خبركم الحين لا حد يقعد يتفلسف ويدخل.
نباليت بالسقف السيلينج. اوه الليتات هني رومانسية، ما تعرفوا تحطون ليتات انتو. ايوه الحين اضاءة حلوة، الحين اضاءة طيبة. ايوه خل ما بناكل، ما بناكل، نبغى نحط الشنط مالي جنب ال هاي لحظة. ما ادري جاي على بالي احتلهم من هاي، بس تعرفون شو بخلي هذا حكم في الكومنت، شو تبون اسوي؟ والله مكانهم حلو الصراحة، حطينا بيض بيض بيض، نبغى بيض، نبغى جن باودر. مو جبت جن باودر انا، من وين يعني جن باودر؟ انزين خلني لحظة، ابغى حصة ابغى حصة ابغى حصة. ما عندي ستون، ستون عادي ما عندي. لازم اشتري بستون. لحظة بس من وين اجيب ستون؟ هذا ما في ستون، كله كبل ستون كترة. هذا اللي هني مش ستون اظني، بعد اظني الستون اللي موجود عندنا نقدر نسوي كهف منه هني، نسوي له معدات. يا حبيبي انا اقول ليش ما يحفر. اوكي عندي حصان نسوي تول جديد. والله شوف شوف شوف، احتلال رقم واحد، عين عينك احتلال، احتليت المكان هذا محلاه. يوه زين خلنا نكمل القصة. لحظة نيب خشب، نيب هذا، نيب بس ما نحتاج شيء ثاني. قلنا نبغى نسوي هذا، يعني يبغالنا أول شيء نيب خشب. خلنا ناخذ كمية خشب، نرجع هذا مكانه، نسوي لنا تول، خلنا نسوي لنا شفل بعد. هذا حصة، هذا خليه يولي. انت تعال، اللي بيدخل بيتي بذبحه، لا حد يدخل بيتي احسن لكم. لا 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 لحظة لحظة لحظة، ما عندي ستون غير. اوكي خلنا من هالحصى. لحظة هذا خلنا نشيل أول شيء. في ماي هني؟ لا ما في ماي. ما أعرف في شو يستعملون الرمل، اكتبوا لي اكتبوا لي في شو يستعملون هالسوالف الرمل هاي الأمور. إني على وسك إني أشتغل وأسوي كهف ترى في القرية، يعني في يوم من الأيام مفروض إنه يكون داخل منطقة الاستعمارية. أسوي السلالم لين تحت و عارف على الاقل، على الاغلب يعني، على الاغلب على الاغلب. يا عيال تحفير تايم. ترى ترى الرمل بيطيح. لحظة صبر، لازم نشيل الرمل من فوق على اساس ما يطيح علينا. لا هذا تحفيره بيكون شيء طويل، مشروع كبير هذا، جدا جدا مشروع كبير. ترت ترت ترت. زين بحفر بالعكس الحين عيل، بخلي ممر هني يطوى بيك. شوفوا 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 يا رب. شوف اذا طحت هني بتموت، ارمي نفسك، بحط حواجز بعدين. حط لهم حواجز، حرام حرام بيموتون.
شو رايك محطين لهم حواجز ولا خلي القرويين يموتون ولا هم في حمايتي يعني؟ اوه تدري ترى احتليت قرية قرويين. نشيل السمان اللي حفرناه. نعم يا صديقي نعم. نايس. الحين ابى فحم. كله كوبل ستون هذا. يا جماعة بتخبروني شو الفرق بين ستون وستون وهالسوالف وهاي الأمور؟ خليتوني ألعب اللعبة لا تخلوني بروحي ها؟ توهقوني بعدين. أتوهق أنا وهذا عيب والله. نبغى نسوي رحلة استكشافية تحت الأرض. قام يستوي لي الخنسير نرقد قبل الزومبي يطلع. ما عندنا أسلحة ما عندنا لبس ما عندنا شيء. اللي يدخل بيتي تعرفوا شو بسوي فيه صح؟ دخل بيتي ما عليه الله يسامحك. المهم ها كانت حلقتنا اليوم. انا بتري الافكار تحت وشو تبون نسوي في الحلقة وشو ما نسوي لان تم احتلال القرويين هاي للمساكين. ونشوفكم على خير في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.